وأول خبر معانا اليوم هو عن تكريم مواطنة أم فيصل في المنطقة الشرقية بعد أن قامت بتقديم 100 بلاغ عن مخالفين للإجراءات الاحترازية، وطبعا أودت بعض بلاغاتها إلى إغلاق عدد من البقالات. طبعا يعني بصراحة هذا واجبنا الوطني للأمانة. يعني أنا أؤيد أم فيصل. شوفي مها، أنا توني كنت أتكلم مع أودي يمكن قبل الهواء على الخبر، كنت أقول لها يعني برافو عليها أن هي رايحة مركزة. يعني صحيح هذا واجبنا، وأن إحنا يعني لا نسكت، لأن بصراحة طول ما إحنا ماشيين قاعدين نشوف ناس تستهين، سواء بالكمام سواء بالتباعد، وخلاص الناس بدأت حست الآن في لقاح والحياة قاعدة ترجع لطبيعتها، فبدأت بدأوا الناس تستهين شوي. بس بصراحة أنا أحييها على طولة بالها، ترى الموضوع يحتاج طولة بال. صح، يحتاج يعني أنا من الناس العجازة، يعني خلاص وش بيفرق ريال ريالين، ما كذا عرفتم مالي خلق عجازة صدق. بس هذه ما شاء الله تبارك الله عليها، برافو عليها والله، برافو عليها. يعني تسوين زيها أودي؟ ما أدري، لا لازم تدرين، لازم تدري. والله العظيم كانت عجازة والله عجازة. طب لبنى، شوفي أنا متى أسويها؟ لما أحس إنه في استفزاز، يعني ما احس اني ممكن اركز مع كل احد. هي ما شاء الله عليها، انا اعتقد ام فيصل، اعتقد والله اعلم، يعني كفو ما شاء الله عليك وهذا واجبنا كلنا، لكن اعتقد ام فيصل انها متقاعده. انا احس متقاعدين يعني يستقعدون كل شيء، فما شاء الله عليها يعني، والله كثر من امثالها. الى خبرنا الثاني.